الجهوي ديال الضربه ديال جهه الضربه ديال الستاد في اطار تنزيل البيان ديال الكزاق الوطني اللي هي سابقه تاريخيه ويجب ان تشجع الميدان بفخر وفخر جميع الاطر الصحيه لان تم تدويب مجموعه الخلافات باش يمكن توحدوا في اطار مطلبين كبيرين وهناك مطالب اللي هي من الناس نجوم وهي انه في اطار لا ريفورم دو سيستيم دو سونتي كاين لو غروبمون دو سونتي تيريتوريال هي الوحدات الصحيه الترابيه الجهويه اللي غادي كنقولوا حنا نتاقلوا لها كموظفين وليس كشيء اخر انه حفاظ على صفه الموظف عمومي. المساله الثانيه هو ان الراتب ديال المهني الصحه انه يكون من باب نفقات ميزانيه الدوله وبالتالي اذا تحدوا هذه المسائل هذه ما تبقى فهو تم الاتفاق عليه في 26 يناير الاتفاق موقع بين جميع النقابات ووزاره الصحه ويتم نقل ذلك الى الحكومه التي تركع لا نعرف لماذا ونعرف انه واش وزاره الصحه هي مكونات الحكومه اللي طريح معنا دوزنا ثلاث ايام في ثلاث نقول في الرباط باش نوقعوا في الاخر يتم تركوا اذا هذا لا ماشي ناس اللي في المستوى اللي نقولوا انه يمكننا نتعاملوا بحسن نيه يمكن نمشوا امور 8 نقابات نسقات الجهود ديالها والاضرابات والوقفات دونك هنا في الجهه ديال كازاستات كننفذوا البرنامج ولا البيان الوطني ديال النقابات كاملين مؤخرا اللي كان فيه يومي اضراب يوم 7 و8 وكانت فيه وقفه جهويه اليوم 9 على صعيد المملكه وكاين فيه وقفه وطنيه يوم 23 مرفوقه باضراب. هادشي كله كيجي كرد فعل من النقابات على التماطل ديال وزاره الصحه والحكومه في تنفيذ الاتفاق اللي كان ما بين وزارة الصحة والنقابات الثمانية بهم يوم 26 يناير. دونك هذا الاتفاق هذا لحد الآن ما تنفذش في حين أنه كاين مغالطات في الإعلام كتقول بأن الناس ديال وزارة الصحة أنهم استافدوا. لحد الآن لم يستفيدوا أي شيء. لحد الآن يعني تنقولها لحد الآن كان اتفاق قطاعي حتى الناس ديال الصحة ما داخلينش فيه. دونك هنا هذا كنوجهوا نداء لرئيس الحكومة لأن الملف بقى مبلوكي عنده. أنا رئيس الحكومة خاصو يستجب للمطالب ديال الوزاره ديال الموظفين قطاع الصحه كامل. كان بيان وطني فيه يومي اضراب وقفات وكاينه وقفه وطنيه مرفوقه باضراب قدام البرلمان يوم 23 يناير. ملي غنكملوا هذا البرنامج الاداري غنبداو برنامج اخر ان شاء الله اكثر تصعيد. رساله للمواطنين لانك تقول مجبر اخاك لا بطل انه تشوف الاستهتار ديال لا رئاسه الحكومه لا وزاره الصحه بالموظفين ديالها دونك هذا الاضراب ولا الوقفات الاحتجاجي حق دستوري معطي للموظفين دونك حنا كنستعملوا غير واحد الحق اللي راه دستوري معطينا